عادي يا رجال ما عليك وهنط. ايوه يا نهار ابيض انت ببت. اه يا وش ما يا نهار ابيض. تعال يا اسطى تعال. هو راح فين يا جدعان؟ اوبا يا زلمه اوبا عليك يا زلمه. انت هو تتوقعوا هل العربيه بتاعتها هتقدر تشوط العربيات دي كلها؟ لا. اخبركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في جي تي اي 5 البدايه. لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه ومسلسل صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب قلبك يطيب. حلقه النهارده ان شاء الله قررت اعدل الرام باجي او الباجي او بمعنى صح العربيه مبوز. عارفينها انتوا الكساحه بتاعت العربيات دي بالظبط كده. كتير منكم كان طالب مني ان انا اعدل العربيه نقل، ولكن قلت خليها بقى ايه بعدين كده حلقه ولا حلقتين ولا حاجه لما ظبط لها كده سيناريو من الناس محترم. حبيت اشكركم يا جماعه على الحلقه اللي فاتت، والله انتوا ابطال. وصلت المقطع الحلقه اللي فاتت 8000 لايك تقريبا على ما اتذكر بالظبط. حلقه النهارده بقى ان شاء الله عايزين بقى نفوز على التحدي ده، عايزكم تجيبوا 8200 لايك بالظبط كده. وانا عارف انتوا قدها ابطال. حبيت اشكركم على الدعم الرهيب اللي بتقدموه من لايكات كومنتات اشتراكات. والله يا جماعه عاش يا ابطال، والله العظيم لولا انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني انا ما كنتش موجود يعني. فحن علينا بلايك يا معلم واشترك وفعل الجرس وصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو في صلاه اديتك دلوقتي وانت بتتفرج عليا روح صليها وتعالى كمل معايا الفيديو. الله يا جدعان عايز اتشقلب شويه في الهواء، لكل ما اجي اتشقلب الاقي في عمود خبط فيا. يا نهار ابيض يا جماعه، اكتر حلقه بستمتع فيها والله الامانه حلقه تعديل الموتوسيكلات. بس هل تتوقع حلقه النهارده هستمتع بيها زي تعديل الموتوسيكلات؟ تقريبا خلينا نشوف مع بعض يعني. بس انت اكتب لي توقعاتك تحت في التعليقات. مش لاحظين يا جماعه ان الرادار اللي على اليمين مختفي؟ وات از ذس مان، ار يو شور اباوت ذات؟ حد فيكم وارد يسالني سؤال يقول لي يا عم ميدو يا ترى الباجي دي هتكون موجوده فين؟ والله انا في توقعي مكانين، يا اما في الماري ويزر يا اما في القاعده العسكريه. فاحنا اول حاجه خلينا نتوجه الى اقرب مكان لينا وهي الماري ويزر، بعد كده نشوف ايه الدنيا بتاعتها. يا اسطى عايزك بس ممكن تاخدني معاك كده بس مشوار بس رايح شويه. ماشي متشكرين جدا يا اسطى. ممكن تنزلني يا اسطى؟ عايز انزل يا اسطى. يا لهوي يا جدع يا اسطى نزلني يا اسطى، حرام عليك يا اسطى نزلني يا اسطى. يا لهوي يا جدعان الواد ده رايح بيها فين يا جدعان؟ ايوه نزل. ودلوقتي حانت اللحظه اللي ننطلق فيها للمار ويزر ونشوف هل يا ترى يا ترى. الله الصومال يا جماعه، تحتنا لاخواتنا في الصومال بسم الله ما شاء الله. انتوا ما تعرفوش ان انا حطيت الاعلام العربيه يا جماعه. كل ما تمشي في مكان معين هتلاقي علم معين، يعني مثلا لو دخلنا القاعده العسكريه هتشوف علم الجزائر، معرفش دخلنا المطار هتشوف علم مختلف. ممكن بعد اذنك بس تدخلها من هنا. على فكره يا جماعه الجي بي اس ده دي تاني مره يدخلني المكان ده بالغلط. اه والله العظيم يعني شوف النقطه فين وهو موقفني هنا. طيب يا اسطى وبعدين يعني؟ عادي يا رجال ما عليك وهنط. ايوه الله اكبر عديتها يا جدعان والله ما مصدق. اوف على المسافه، شفت المسافه قد ايه؟ يا نهار ابيض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ممكن تدخلني يا ريس؟ اكسكيوز مي، دخلوني يا جدعان. يلا يلا انت هو، يلا دخلني يلا. يا نهار ابيض ده قافلين المكان قفله بنت لذينه. خلينا كده نلف كده يمكن نعرف ندخل لهم من ورا. يا جماعه انا بصراحه متحير في الموتوسيكل ده، هل الكاوتش الامامي ده فيه موتور كهرباء ولا ايه بالظبط؟ لان شايفين الكفر اللي عليه ده اللي هو اصلا كده عادي يعني فرامل مثلا، انا لا اعلم يا زلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع يا جماعه العربيه مش موجوده هنا، ولكن خلينا برضه ندخل كده نتطلع شويه. تفتكروا يا جماعه لو نطيت النطه دي؟ يا اخي مشكلتك انت يا اخي ان انت بتيجي تدرس كده. خلاص يا عم الحاج انت سددت نفسي. والله يا عم الحاج ما عايز انط، هم لحد الان مش واخدين بالهم يا جماعه ولا ايه؟ انا جيت يا رجاله. يا رجاله انا جيت والله العظيم، انا هو موجود. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب يلا عادي ما فيش اي مشاكل. يلا يا باشا اتشقلب. طيب نزلنا تحت حتى؟ يقول لك لا والله يا اسطى، والله ما انت نازل الا زي الناس. تتحداني يا اسطى؟ الله برضو ده اكبرني يا جماعه ان انا انزل زي الناس. طب يعني طب اي حركه؟ طب يا عم الحاج انا مش نازل من على السلم. ها وهنط يعني انط من هنا اهي عافيه بقى. ها يلا الله ده برجعني تاني يا جدعان يا ابن اللذينه. طب ايه رايك بقى لو نطها يعني هنطها؟ ها بسم الله. يلا يا عم يلا يا عم غصب، انت هتزهق فينا ولا ايه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو غريب يا جماعه ماري ويزر يا جماعه، ما تخنقوش معايا ليه؟ ما تخلي معايا ياض. لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا جماعه بصوا ما فيش حد فيهم ضرب ولا طلقه، خلي بس ندخل هنا. والله يا جماعه تقريبا كده والله اعلم ما عندهمش هنا اي حاجه، فشكلنا كده هنتوجه الى القاعده العسكريه لان المكان هنا يعتبر فاضي. عايز يا جماعه ممكن تفتح الباب ده؟ والله يا جماعه محترمين جدا، ما اعرفش ليه ما تخنوش معايا. طب ما تتخانق معايا يلا. ولا الله ده مش عايز يتخانق. هو ايه يا جماعه معايا دول ولا ايه؟ بس يا بس يا نام يلا نام يلا. شوف انت شو بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بتعمل ايه يلا؟ والله ما تخليش يلا اجي امسكك ارميك في الميه يلا. انت مش فاكرين يلا اخر مره عملت فيك ايه يلا؟ الباب ده مفتوح. اه يعني اللفه دي كلها في الاخر بدي يطلع مفتوح. يا نهار ابيض على الكسفه اللي انت فيها يا عم ميدو. طب هل تتوقعوا يا جماعه لو انا حبيت ارجع نفس النقطه دي اعرف انطها تاني؟ تتوقعوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عارف انت المثل اللي بيقول لك مش كل مره تسلم الجره؟ ايوه انا مش عايزه تسلم بقى الصراحه يا عم. نط كده. ايوه يا باشا ايه ده، انت رحت فين يا ريس؟ طب استنى بس شوف انت رحت فين. وانا فين يا جدعان؟ لا اله الا الله، انا دخلت كده في اماكن عجيبه وغريبه. طبعا عشان موتوسيكل طبعا مش هقدر اكسر هذا المكان، لازم اضطر ان انا الف اشوف لاي بوابه تطلعني. يا جماعه عربيه البوليس دي انا نفسي افهم يعني، دي شركه امن مثلا ملهاش علاقه بالشرطه وكده ولا هي شرطه ليه بالظبط؟ نفسي افهم بصراحه الموضوع ده. بس اصلا لبسهم لبس سكيورتي امن ما لهمش علاقه بالشرطه، فانا بصراحه برده ما اعرفش. بس احيانا لما اجي اضرب عليهم الاقي البوليس كله جاي عليا. في ايه يا جدع؟ لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر.
يا نهار شفت النطه يا جماعه عامله ازاي؟ يا ليت الليد، انا كنت مفكر نفس اللحظه ان انا خلاص طلعت على الكوبري من فوق رايح دماغي من هذه اللفه. يا نهار ابيض، دلوقتي بقى حانت اللحظه ان احنا ندخل القاعده العسكريه. بالظبط كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شدوا الاحزمه يا رجال. هو فين الطريق يا جماعه؟ لا لا طلع الطريق. يا نهار ابيض، ايه اللي قلب المركب دي يا جدعان؟ لا اله الا الله. طب اقول لك ايه، انا صراحه عايز اجرب هنا نطه مجنونه كده. عايزين كده ناخد المركب دي كحاجه ننط من عليها. تفتكروا هنعرف ننط؟ خلينا نجرب كده. يعني اتوقع كده المسافه بتاعتي كده كويسه يا عم. زي الفل، زود بس انت ومالكش دعوه. وينط يا مدير، اصلا احنا ما بصناش للمركب اساسا. لا ابشركم يا شباب ان انا لسه بخير الحمد لله. واحد يقول لي يا عم ميدو انت وقعت في الميه. لا 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 ما وقعتش، تخيل ده، دي تخيلات يعني ان انت وقعت في الميه. ايه حطيت لايك، تحط لايك يا جدعان. خلينا نوصل المقطع ده 8000 9000 لايك كده. انا عارف ان انتوا قد ايه والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونط يا مدير. وال انا حاسس ان هو اخد خبطه كده في مكان حساس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اخ يا وش ياني 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 ياني. نزلت يا جماعه، جبت كشاف العبود ونزلت بيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ليش يا حاج؟ معلش معلش معلش، بقول لك ايه، اقدر اسحبك؟ خلينا نشوف قدرنا نسحبه ولا حركناه ولا اي ثانيه. وسع على يا ابن اللذين. اخلص يا اسطى، بقى لي ساعه مستنيك يا اسطى، اخلص بسرعه. يلا 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 يلا. ايه ده؟ ايه يا اسطى ما تركب؟ مش عايز؟ الموتوسيكل ده اصلا باخد واحد بس يا جدعان. ايوه فهمت فهمت، عشان كده. يا نهار ابيض على التحويده يا جدعان، ده تحويدتها صعبه. يا لهوي، لبسنا في الواد بتاع الموتوسيكل. وول على اخر لحظه، اقسم بالله والله العظيم. يا نهار ابيض، انا بصراحه عايز ادخل القاعده العسكريه قبل ما النهار يطلع، بس شكلنا كده داخلين في الساعه 6 الصبح ولا 5 الصبح، فربنا يستر بقى. يا لهوي لبسنا، متنا؟ لا ما متناش، لسه لسه عايشين، لسه عايشين لسه عايشين. كفو 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 بطل، روح 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 يا مدير. يا لهوي علينا، لبسنا. مؤاخذه يا ريس، حبيب قلبي يا اسطى، تسلم الله يعطيك الف عافيه. يا لهوي يما يما يا جدعان، دي كلها زحمه. في ايه يا جدعان؟ ده لسه الساعه 6 الصبح، في ايه يا رجاله؟ اهدوا شويه. طيب اهدوا شويه. يا نهار ابيض، شوف شوف يا جماعه كميه العربيات. صحيح يا شباب، نسيت اقول لكم، انا القناه الثانيه العام ميدو شورتس، ودي قناه الاحتياطيه، بس حاليا انا مشغلها ان انا بنزل عليها لعبه ريد ديد 2 وسكراب ميكانيك، وان شاء الله جايه في الطريق لعبه ماينكرافت. فلو انت حابب ان انت تتفرج على الالعاب دي، فانت دلوقتي وانت بتتفرج عليها بس اكتب العام ميدو شورتس، يطلع لك على طول، هتلاقي اللوجو بتاعها اخضر كده، ادخل اشترك فيها. عايزكم يا جماعه توصلوا القناه الثانيه 150000 بس. لو انت حابب المحتوى اشترك، مش حابب خلاص عادي، ما فيش اي مشاكل. ممكن برده تاخد لفه كده في القناه هناك كده. وزاد كمان عندك سلسله رافت لسه تمها اول امبارح، وبصراحه كانت سلسله رهيبه جدا، كنت لعبتها انا وصاحبي. بعد كده جينا في الاخر كده في اخر ثلاث حلقات عشان كنت بفنش المركب وكده يعني. فروح شوف كده شيء كده معلم، لو عجبتك اشترك فيها، ولو عندك اقتراحات لماينكرافت اكتبها لي تحت في التعليقات، لان بصراحه عايز اقدم محتوى فاخر من الاخر في ماينكرافت. الصراحه عايز كده اقدم حاجه مميزه، حاجه جديده، حاجه ما حصلتش. فان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. وتتوقعوا مثلا لو انا بدات ماينكرافت، توقعها اقدر اختمها في قد ايه؟ انا صراحه لا اعلم. ميه، انا بصراحه نفسي اعدي الميه دي كمان مره يا جماعه، بس انا عايز اعديها على سرعه. بس ازاي اعديها على سرعه؟ انا صراحه مش عارف اعديها ازاي على سرعه. المشكله الموتوسيكل معايا حساس جدا، بس يشم ميه تلاقيه على طول اللي هو ايه يا اسطى انت رايح فين؟ هو كده. فانا بصراحه عايز اعدي في الميه كده بحيث ان انا اقدر ارجع له كرامته. متهيألي الحته دي كويسه جدا. الله، غزاله تيجي نركبها؟ يلا بعدين بعدين، لو عايزين نركب الغزاله اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله يبقى نركبها ان شاء الله، ربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا اسطى. ايوه يعني كويس، انت عديت كده. طب تمام، الله يعطيك الف عافيه. الله، ده ميه ثانيه. وات از ذس مان؟ هو انا ليه حاسس نفسي ان انا رجعت؟ والله حاسس نفسي ان انا رجعت يا جدعان. يا نهار ابيض، ايه شكلنا هنلبس في ميه ثانيه. ايوه عاش يا بطل، طلع خلاص يا اسطى. انت بتنط ليه؟ والله طلع يلوي وناوي يعدله بسرعه من في الميه. الحمد لله النفس بتاعه بعيد عن الميه، مش كده؟ الحمد لله الحمد لله، هو ده المطلوب اثباته. بسم الله الرحمن الرحيم يا مدير، هو ده المطلوب اثباته. قال له ده حسه بيا يا ولاد اللذينه. يا نهار ابيض، طب تتوقعوا مثلا البجعه هنلاقيها فين؟ خلينا بس ندور كده، بدور ناخد كده جوله حوالين المطار بس نستكشف. باخذه رايس التركب بس دلوقتي مش فاضيين لك انت. يا لهوي على الخبطه يا جدعان واسنينها. المفروض طب ايه اللي هيحصل مثلا لو انا عديت من هنا كده؟ ايه اللي فيها يعني؟ الطياره الطياره دي معقوله هترمي عليا قنابل؟ تعالى يا بت، تعالى يا بت، مش هخليك تطيري، تعالى تعالى وارمي وفجر. يا نهار ابيض، ده فلتت دي يا جماعه، مش عارف اطولها للاسف الشديد. العب يابا على الطياره البوليس يابا، محدش يا باشا هيقدر عليا. بعد اذنكم يا جماعه، انا راكب موتوسيكل يعني، ما تقوليش بقى ان انت راكب مدرعه وبتاع. وعارفين لو لقيت العربيه دي والله لاجي انفخكم كلكم في المعسكر. استنوا بس استنوا بس يا جدعان، استنوا بس. ايه يالا بتضرب مين يالا؟ بتضرب انت شايف ليه طاير فوقك يالا؟ انت مجنون ياد ولا ايه؟ محدش يتحداني هنا يا جدعان. العب على الطب. يا نهار ابيض، انت ببت ايه ده يا اسطى؟ ايه ده يا اسطى؟ ايه ده في في يا نهار ابيض، ثواني بس يا هنتفاهم هنتفاهم. يا امو اللي جاب الطيب، اللي جاب انت ببت الحادثه دي هنا؟ يا نهار ازرق، يا نهار ابيض، يا نهار اخضر، استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا غير متوقعه الصراحه. وارمي يا بدي، هم راحوا فين يا جدعان؟ اي يا نهار ابيض، اجري يا اسطى. الجزائر يا جماعه، تحياتي لاخواتنا اللي متابعينا في الجزائر. بسم الله ما شاء الله عليكم، منورين والله القناه العسكريه. ايوه يا اخي كده الاعلام العربيه بدات تبان اهي في اللعبه. فين 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 فين؟ والله يا جماعه انا بلاقيها. يا نهار ابيض،
هو احنا دخلنا قاعده جزائريه ولا يا جدعان؟ هو في ايه بالظبط؟ كله جزائر جزائر. يا لهوي. لا 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 يا اما طب ما اجري يا اسطى. والنبي 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 وحيت مدفعك وحيت مدفعك يا اسطى وحيت مدفعك. اجري اجري يا اسطى. يا اما الحمد لله فلت. يا اما ازاي يا اما؟ اجري يا اسطى اجري يا اسطى وحيت جدك يا اسطى. ايه اللي دخلني يا جماعه هنا؟ ايه اللي دخلني هنا يا ليله الليل؟ الموتوسيكل بيدخن اقسم بالله. يا لهوي عليا. بص يا جماعه الموتوسيكل بصوا شوف والله البتاع بتاعه كان واقع اللي ورا اللي هو بتاع الفرامل ده وقع على المساعد. ما اعرفش انت اخدتوا بالكم منه. بقول لك ايه يا اسطى ثواني بس ثواني. نام يا. هو الصاروخ ده بينفجر يا اسطى؟ تفتكروا بينفجر ده يا جدعان؟ ما لازم اشوف صراحه هو بينفجر ولا لا. ايوه بينفجر يا جدعان. يا نهار ابيض. وبسم الله الرحمن الرحيم. فجر يا مدير. يا جماعه الموتوسيكل باظ. والله الموتوسيكل باظ يا جماعه ما بيمشي. الصوت فاضي يا جدعان. الموتوسيكل يا جماعه ماشي بالخطه ده ولا انا مش فاهم حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. بسم الله. الله اكبر. يلا يا باشا اللي شايف فيجو نفسه يجي لي. تعالى يلا. فين يلا دباباتكم يلا؟ والله انا فوق يلا. تعالى يلا. تعالى. رايح فين انت؟ وراح فين ده يا جدعان؟ راح فين ده يا معلم؟ ايوه يابا الجنود يابا احلى رجاله يا جدعان. ايوه خد يا يا عم روح بقى انت وجنودك دول من هنا. يا نهار ابيض. يا لهوي يا جدعان. لا انا لازم افلت من هنا بسرعه يا جدعان قبل ما يفرتكون العربيه دي كده مش هينفع. ايه يا معلم انت؟ هو بس يا عم روح انت كده اهو. لازم العربيه دي يا جماعه نوديها دلوقتي نعدلها لان كده حالتها صعبه الصراحه يعني. بس اللي عاجبني فيها ان هي محافظه على نفسها يا جماعه برده ماشيه زي ما هي. بس انتوا عارفين بقى المشكله الدبابه دي او العربيه دي مش هنعرف ننط بيها. ليه؟ عشان لها بوز. بص شوف الكسحه عامل ازاي. اوبا يابا على المدرعات يابا. يلا يا عم روح يا عم الحاج. احنا مثلا ايه اللي هيحصل مثلا لو عملنا كده بظهرنا؟ لا لا مش هينفع للاسف الشديد. احنا لفينا متاخر. استنوا. لا والله مش هينفع. طب اقول لك ايه، خلينا نجربها تاني يمكن تظبط معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. يا رب تظبط معايا يا رب يا رب يا رب. تخيل يا جماعه تظبط معايا هيبقى الموضوع جامد. ولف يا مدير. ايوه طلعنا بره. هو ده اللي انا عايز اوصله بالظبط. الله اكبر عليك يا عم ميدو. الله اكبر عليك. بس 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 بس, بس كده خلاص. فلتنا 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 فلتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض دلوقتي بقى نعلم على فين؟ على المعلم بني. جري صاروخ مفيش وقت. ايوه كده يا باشا روح على طول على المعلم بني. يا نهار ابيض. والله لا ارجع لكم. والله لا ارجع لفوقكم دلوقتي. تضربوا عليا بالدبابات ها؟ ماشي من عينيا. حاضر. والله لا ربيكم. يا عم روح يا عم بعربيتك دي. يا لهوي يا جدعان العربيه بصوا في الرمله صعبه. انا عايز بقدر الامكان انا اوصل للطريق او امسك خط بمعنى اصح. خلينا نحاول نطلع من هنا. ايوه نحاول بقى نظبط نفسنا فين. ايوه بالظبط كده كده خلاص يا باشا احنا في امان الامان. تعال يا باشا تعال تعال. اذا ابوك رجال تعال. يلا طير وانت طير. مين اللي بعده؟ وانت طير. تحياتي لاخواتنا يا جماعه في الجزائر والصومال. مع اني بصراحه متاكد ان مفيش صوماليين بيتابعوني يعني، بس لو في صومالي يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات. والجزائريين برضو اكتبوا لي تعليق واحد بس جزائر عشان اعرف ان انتوا بتتابعوني من الجزائر. بناء على تعليقاتكم هعرف كم جزائري بيتابعني. واللايكات يا جماعه لان اللايك صراحه بسبب اللايكات اللي انتوا عملتوها دعم مش طبيعي على القناه. والله بس اصلحها واجي انفخكم. انا ماشي ماشي انا هربيكم. استنوا بس العيال شباب. يا سلام. اوبا يابا على العربيه. اسمها ايه يا جماعه؟ انتوا قلت لها عدلها قبل كده. والله نسيت اسمها. الشروكي. جيب شروكي. انتوا تعرفوا يا جماعه الجيب الشروكي دي اللي هي نفس الشكل اللي انتوا شفتوه من شويه ده بيتباع دلوقتي في مصر تخيل بكام؟ ب 200,000. اللي هو انا استغربت قلت الجيب الشروكي دي اصلا مشهوره بتبقى مع ممثلين وبتاع ودنيا. فلقيت ليه بقى الناس ما بتشتريهاش؟ لان هي استهلاكيه بطريقه رهيبه جدا. تقريبا 8 سلندر او 6 سلندر حاجه زي كده. اوبا العربيه عطلت يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم يا معلم فعشان كده مفيش حد بيشتريها في مصر هنا. طب دلوقتي بقى خليني افلت على رجلي وخليه بالمره اكلم الواد حماصه اللصه يجيب لي الونش. يلا يا جعفر يلا هات الونش يلا بسرعه. ماشي يا معلم سلام. خلينا احنا نحاول بس نستخبى منهم. بس خليه بس اول حاجه اقضي على هذه الطيارات. ما اعرفش ليه يا عم صوت الطياره كده بيبقى مستفز كده. تعالى ادي الطيار الاول. فين الثاني؟ تعالى حصل اخوك يلا يلا حصل اخوك يلا. والله لا تحصله. تعالى شوف بفلت ازاي ابن اللذينه. هتطولك برضه هتجيبك يا اسطى. شايف نفسك جامد ها؟ ما انت لازم دول يموت يا جدعان عشان بس اعرف اخد كفر. افلت يالا افلت يالا. هات كده سنايبر يا باشا. انت مش هينفع معاك الا السنايبر يا باشا. السنايبر ايوه بس كده. يلا هرب ده في طيران تاني جاي يا جماعه. ايوه خليه ادخل النفق ده بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. فجر يا مدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بسرعه 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 بسرعه. هو احنا خلاص مجرد ما دخلنا من النفق كده هم هيخافوا اصلا يدخلوا لنا جوه بعد اسبوع 28 يوم. ايوه كده الحمد لله. خليها اكلم الواد حماصه يجيب لي الونش بتاعي هنا قدام الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا كنا حاطين الباقي فين يا جماعه؟ والله صدق نسيت. يا لهوي لو نسيتها يا ليلتنا بيضة النهارده. طب ليه انا ما حطيتش علامه صحيح؟ يا نهار ابيض. والله يا جماعه نسيت مكانها فين بالظبط. الله يخرب بيت الشرطه واستنى البيضه. يلا عموما هنلاقيها ان شاء الله ربنا يسهل. تقريبا يا جماعه احنا مشينا في الطريق ده صح؟ وكنا اخدنا شمال لما قلت لكم هتجيب شروكي وكده. يبقى هي ان شاء الله لو في كوبري هنا قدامي هي هتبقى واقف عليها ان شاء الله. عدي يا عم الحاج ما تزعلناش بقى. ما تخليش اجي انفخك بقى انت التاني ده. انت رخم قوي يا جدع. اركن يا مدير بالشكل ده. بسم الله. لا 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 انت كده يا اسطى طالع عليها. يا لهوي يا جدعان.
يا اسطى والله مش قصدي كده. يا نهار ابيض. بس 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 خليك واقف كده. كده اتوقع امورنا تمام و100 100. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه يا حاجه بالراحه. ما يا بالراحه يا بنت بالراحه يا بنت. ما تجيش بقى تزهقيني بقى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا نهار ابيض يا جماعه على شكل البجي ده. معقول يا جماعه دخلت كده بالسرعه دي؟ انا ما توقعتش كده نهائي الصراحه. بس هل تتوقعوا بعد التعديل مش هتبوظ؟ يا عم روح بقى يا عم روح بقى. مؤاخذه رجاله حبيبي يا اسطى. اللبس افهم العربيه دي منتشره ليه كده يا جدعان؟ ايوه يا رجاله منورين والله العظيم. يا بس يا بنت يا لهوي. الخبطه يا عم ميدو. يا لهوي على الخبطه وسنينها. ده العربيه اتفرشت فرش اقسم بالله. ولكن عادي ما عليك يا رجال نحن مكملون. ايوه كسر يا مدير ولا يهمك. بص انت كسر واحنا نلحم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤاخذه يا ريس حبيبي يا اسطى. يا نهار ابيض يا جدعان ده حرفيا. بص بص بص, بص. ده 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 انا اصلا مش يا لهوي. يا ريتك كنت قاعد احسن لك والله يا حاج. ايوه قربنا نوصل لبيت. يا وش ما يا نهار ابيض. الحمد لله انا ما خبطتش حد الحمد لله. هو اللي جه رسم. مؤاخذه يا رجاله مؤاخذه. بس والله يا جماعه الوتش ده المفروض نحط له بوز عشان يفضل يشوط في العربيات بدل ما هو قاعد يتزحلق كده. بس والله حالته صعبه. بص 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 شوف بفرك ازاي. بس كده اقدر اقول لك ان احنا وصلنا الحمد لله على سلامتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا اسطى اهدى بس شويه. نيجي بقى نوقفه نفس الوقفه بتاعتنا اللي احنا بنوقفها له كالعاده عشان طبعا لو العربيه باظه مش شغاله يبقى نعرف ندخلها عند بني. بسم الله. ايوه بالظبط كده. وقف يا باشا المكان بتاعنا المعتاد. متشكرين جدا لحضرتك يا فندم. اوعى تتحرك يد لما اجي لك يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. بالظبط كده هو ده اللي عايزه. معلم بين اخبارك ايه؟ هي العربيه اشتغلت ليه؟ والله العربيه اشتغلت. وبسم الله الرحمن الرحيم خلينا بقى نبدا تعديل العربيه. هل هذه السياره لها لوحات؟ لا ملهاش لوحات عادي مفيش اي مشاكل. عزز يا باشا الكاوتشات. ممكن برضو نحط لها كاوتشات ريس. ايوه اللي هي بتاعت العربيات دي بتاعت الفورمولا. شايف يا اخي الشكل عامل ازاي؟ ايوه يا اخي تبقى مسحه كده عشان تبقى سريعه. طبعا يا جماعه كاوتشات المسحه دي بتبقى لازقه في الارض بتخلي العربيه لازقه في الارض بطريقه مش طبيعيه. عزز يا باشا كده على التاير. ايوه خليه باشا كده. ادينا كده يا باشا على اللون الابيض بعزنك وخليها ضد الانفجارات. بالنسبه لللايت هي تقريبا يا جماعه العربيه ما فيهاش لايت فمش هنحط لها لايت. بالنسبه للسبيلي بتاعها زي ما انتم شايفين اصلا يا جماعه الالوان مش ماشيه عليها. بس انا في الغالب هدي لها اللون الابيض ده وادي لها اللون الابيض تاني. بس برضو خلينا نرجع الاولاني تاني وخلينا ندي لها كده لون اسود كاتم. بالظبط كده ايوه كده ما يبقاش في اي لمعه كده. اتوقع ظبطناها. عز الارمور عز الفرملات على اعلى حاجه. وبالنسبه للكلاكس بتاعها كلاكس شاحنه طبعا. وادي لها تعزيل غيارات على اعلى حاجه والتربو طبعا. وكده اقدر اقول لك ان احنا خلصنا العربيه بشبه كامل. انتوا عارفين اصلا بفكر اعمل ايه؟ بفكر اكبر كاوتشاتها شويه عن كده واعرضها. ايه رايكم؟ شايفين يا جماعه الشكل عامل ازاي؟ تعالوا كده خلينا نجرب كده نشوف لو ضخمنا لها الكاوتشات بتاعتها ايه اللي هيحصل لها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اول حاجه نيجي نهبطها شويه على الارض. ايوه نخليها كده لازقه كمان سنتين وندخل بعد كده على الكاوتشات. هتدخل كده بالشكل ده. ايوه كده يا باشا ادخل كده. ايوه كده يا مدير خليك كده داخل جوه. وكذلك الامر برده في الجزء اللي ورا هنخليه برده على ال 62. يعني كده اتوقع امورنا تمام 100 100 والعربيه هابطه. بس لازم افكر ارفعها كمان سنتين كده يا جماعه بحيث تبقى كده ونعرض كاوتشاتها شويه بما ان احنا خدناها جوه. بس كده يا سيدي كده اتوقع ان احنا ظبطنا العربيه بشكل كامل. وبسم الله الرحمن الرحيم حاله الان لحظه التجربه. طبعا انتوا بقى مفكرين ان احنا عملنا لها تعديلات كده خفيفه في السريع. لا يا حبيبي احنا اصلا عززنا الماتور وكبرنا البساتين بتاعته وخلينا العربيه قويه جدا للدرجه اللي انتوا اتقل. بس اتقل تاخد حاجه جديده. انت هتشوف انفجارات دوليه دلوقتي. يا انتوا يا بتاعت القاعده العسكريه والله لا تتنفخوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله توكلنا عليك يا رب. شوط يا باشا ولا يهمك يا باشا عادي. بص 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 يا باشا. بص يا باشا شوف 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 العربيه اللي بتطير فوق ما بتنزل على طول ميته يا اما منفجره. يا نهار ابيض ده كله بسبب الكساحه دي. امال لو ركبنا للنقل هنعمل فيهم ايه؟ يا لهوي على التاهو دي. يا ليله بيضه لسه عايش العربيه دي بعد ده كله. يا ليله بيضه. اكسكيوز مي يا رجاله بعد اذنكم كده صور يا باشا. شوف العربيه النقل وهي بتتشقلب يا باشا. يا باشا تنين وحش متوحش ده اساسا. انت مفكر ايه؟ بص 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 وخش يا مدير ولا يهمك. بص عادي جدا يعني عربيه البوليس يعني الواد جاي يعني ما يعرفش بيه. تعالى يا اسطى تعالى يا اسطى تعالى. هو راح فين يا جدعان؟ يا لهوي ده طاير فوق. يا نهار ابيض. اوبا يا نهار ابيض. شفت يا جماعه ده انا بقالي ساعه مستنيه. شفت الواد راح لفوق ازاي؟ يا نهار ابيض. المفروض يا عم ميدو يا لهوي على الاتوبيس وسنينه البيضه. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا يا لهوي نزل انفجر صح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا يا جماعه العربيات اللي بتنفجر دي بتنزل على التانك بتاعها ما بتنفجر. وانتوا عارفين طبعا التانك بالبواره بقى. يا عم وسع. اوبا اوبا يا جدعان بصوا شوفوا اللي بيطاردني ايه. ماكلارن والله ماكلارن. هي فين اهي؟ والله ماكلارن. وات لو عايزين يا جماعه نعدل الماكلارن دي قولوا لي الحلقه الجايه. دبوجيتا ماكلارن. لا ماكلارن يا جدعان. هي باينه من ورا. لو عايزين يا جماعه نعدلها اكتبوا لي في التعليقات ماكلارن شرطه وساعتها ان شاء الله الحلقه الجايه يبقى نعدلها ان شاء الله. ربنا يسهل وندخل شرطه بقى وضرب نار بقى ويقبض على الحراميه يا جماعه. يا نهار ابيض ده يبقى فيه حلقه ناريه ان شاء الله يوم الشرطه دي ان شاء الله ربنا يسهل. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الشرطه يعني شويه عيال بصراحه مش عارفين يعملوا معانا اي حاجه. وانتوا طبعا عارفين التقيل التقيل بقى. اطلع يا باشا على القاعده العسكريه. بس خليه بس ارمي كده شويه بتعود بس كده. ايوه بس كده فرتك يا باشا.
عشان بس ايه الشرطه ما تروحش من عليا يا جماعه. عايز لكم الشرطه يا ريت ما تروحش من عليا. اكسكيوز مي يعني. لا انا حسيت اللحظه يا جماعه ان عربيتي انفجرت مش كده. تعال تعال، راح فين راح فين انت بتاع الشرطه؟ انت راح فين؟ راح فين؟ تعال يا معلم مستنيك اهو. تعال اذا ابوك رجال تعال. يلا يا عم مش مهم، خلينا نسيبه يا عم نمسك الخط السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا عم، اكتر عربيه بكرهها في جي تي اي كلها اللي هي عربيه ليستر دي، مكروهه يا جدعان اقسم بالله. دفع عمايه ومعفنه هي دي. ارمي يا مدير، فجر يا اسطى على طول كده. اول ما تشوف لازم تفكرها يا اما تفكر لها كاوتشاتها. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، اتوقع ان هذا الزلمه لقد تزلم يا زلمه. ودوس بنزين يا باشا، خش يا باشا على العربيه النقل دي. يا عيني يا رب على العربيات وسننهم البيض. لا حول ولا قوه الا بالله، مؤاخذه يا رجاله. بس احسن حاجه يا جماعه العربيه دي ما بتفرقش معايا زحمه اصلا. عندك زحمه وماله يا باشا؟ شوف شوف المكلارن. والله انا اتحمست يا جماعه جدا ان انا اعدي المكلارن دي. يا لهوي شفت البنت، يا نهار ابيض يا لهوي على البنت وسط البيضه. البنت ودعت يا جدعان اقسم بالله. لا والله العظيم البنت تكلميه في المايك، يعني شايفه نفسك جامده يعني انت بتعني. يلا وانا بلف في الهوا. يلا يا انت راكبين العربيه الفورد بتاعت اللي بحبها لي. تعال 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 ورايا، تعال ورايا، تعال ورايا. بص 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 بص، احلى حاجه بقى ان انت تمشي في المخالف. تعال مكلارن مع السلامه. ده لسه بتطير يا جدعان. تعال يا معلم كده خلينا نشوفك وانت بتطير. الله اي بليف اي كان فلاي. تعال تعال تعال، ده المخالف يا جماعه متعه اقسم بالله في العربيه دي. انت راكب لسه مستنيني؟ الحمد لله على سلامتك يا ريس. احلى حاجه بقى تيجي تخبط الخبط، بص يفضل نايم كده ساعه مستني حد يعدله. شوف شوف بحاول يعدل نفسه ازاي. يا تخيل لو جي تي اي في دي يا جماعه واقعيه بقى، اللي هو عربيتك اتقلبت ما ينفعش تتعدل. يا نهار ابيض، اوبا يابا التعديل الجامد يابا. شوف 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 شوف، بص بص بص، شوف سرعه العربيه قد ايه. يا لهوي داخل على 400. يا نهار ابيض على البوليس. يا كنت عايز اشوف انفجر ولا لسه عايش بعد الخبطه دي. شفتوا يا جماعه طار قد ايه؟ ده انا متحمس ادخل القاعده العسكريه عشان الدبابات. يا لهوي، احلى حاجه الموتوسيكلات يا جماعه بتروح في الهواء ما بيحصلهمش حاجه، تلاقيه ماسك كده في الموتوسيكل ومثبت فيه اللي هو فرامل 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 فرامل. الحمد لله اللحظة حسيت ان انا هقع في المايه. وطير يا مدير يا ليله الليل. هلا رد البكرهه ده يا جدعان. لا انت بقى الوحيد اللي المفروض هدخل. الله شوف يا جماعه بيعمل ايه، عشان كده انا بكرهك يا اسطى. تعالى يا اسطى تعالى، والله ده انا هخليك تكره حياتك، والله لا خليك تكره حياتك. تعالى اركب اركب الموتوسيكل. تعالى تعالى بس يا ابني، بس يا ابني انت هو يا ابني، بس يا حبيبي. لا 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 لا، ايه اللي بيحصل الموتوسيكل ده يا جماعه؟ يا نهار ابيض، خلاص خلاص احنا اسفين. يا نهار ابيض انا اسف والله العظيم مش قصدي. تعالى بقى تاني، تعالى تاني بقى يا اسطى، تعالى تاني. ده موتوسيكلك ده خلاص 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 خلاص. ايه يا جماعه الموتوسيكل ده ماله يا جماعه؟ في حاجه غلط والله العظيم انا ما فاهمه. بص 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 بص، يا نهار ابيض ده ايه اللي بيحصل ده؟ والنبي يا اسطى خلاص انا اسف. ايه ده يا جماعه الموتوسيكل ده فين؟ والله بحاول ادور عليه فوق. يمكن يا جماعه يكون الجليتش ده مش بسبب الحبل وكده، ممكن يكون الجليتش ده بسبب سواء بس يا اسطى بسبب ان العربيه ليها بوز، فعشان كده اي حاجه تمسك فيها تروح رافعها لفوق ممكن. ليه لا؟ طب خلينا كده نجرب ده. طب نجرب التاهو دي، تعالى كده. بص يا جماعه، يا نهار ابيض والله حلوه الحركه الجديده دي. يا نهار ابيض، انا شوط العربيه في الهواء بعد كده اروح شبك فيها تروح مطيراني معاها. واد حركه جامده دي. بص يا جماعه، لا يا جماعه الجليتش ده في العربيه البوز بتاعتنا عشان هي جامده اصلا. شايفين نفسكم جامدين ها؟ تعالوا لي بقى العم ميدو جه هينفخكم انتوا الكل. فين دباباتك يالا؟ فين دباباتكم يالا يا ابن اللذين انت اهو يالا. وريك انا عايز اشوف دبابه بس. هاي تعالى يا معلم ركب لي دبابه. شايف نفسك جامد والله، لا انفخك انت ودبابتك. تعالى تعالى يا اسطى تعالى، شايف نفسك جامد يا اسطى ها؟ تعالى والله العظيم. استنى بس لحظه يا جماعه، عدل بس العربيه بتاعتي. اوبا، والمدرعه دي يا جماعه خلي بالك بتضرب نار برضه. اوبا اوبا يا زلمه، اوبا عليك يا زلمه انت هو. تعالوا تعالوا تعالوا، بص 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 بص، شوف الاكشن، شوف شوف شوف. يا نهار ابيض، بص يا جدعان شوف الاكشن. الدبابات طرت ازاي فوق يا عم؟ شايفين نفسهم جديد. تعالى يا عم الحاج وانت تاني. البرمائيه دي يا جماعه لو عايزين نعدلها اكتبوا لي تحت في التعليقات برمائيه. يا رب، ده في عربيات كتير قوي يا جماعه لسه ما عدلناهاش. يا ليله الليل، تعالى انت ودبابتك تعالى. ده انا هنفخكم. شايف نفسك جامد يالا. يس انت تضرب عليا، يس انت جامد يا. والله انت ابهرتني الصراحه ان انت ضربت عليا. يس سلم عليك، ثواني بس يا اسطى افلت من هنا. يما يما يما، لازم افلت من هنا بسرعه. ايوه يابا حوش يابا على الاكشن يابا، وسع يابا الاكشن. يا عم ناس جامده، انا هدخل انفخ لكم طياراتكم دلوقتي. بتضربوني الله يلا ربيكم. تعال تعال انت الثانيه. يا نهار ابيض على العربيات اللي بتطير يا جدعان يا ليله الليل. بص 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 بص، بفحط قال. يا لهوي يا جدعان على التحويده. بص 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 بص، شط يا مدير عشان تتعلم الادب انت وهو. فين فين فين؟ وريني دباباتكم يالا. انا مش شايف دباباتكم يالا. فين دباباتكم يا؟ فين هي؟ هي دي الدبابه. جوجو يا جماعه بيلف المدفع عليها ازاي؟ وي وي وي، هتعرف تضرب؟ هتعرف تضرب؟ شوف يا جماعه فلت مني ازاي؟ خايف مني ابن اللذين. تعال، هو راح فين؟ ضرب فين ده؟ انا هنا يا اسطى. الله، هو ايه اللي حصل له ده يا جماعه؟ ترست يا حزين. تعالى يا معلم، تعالى يا معلم. الله 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 الله، اهدى بسرعه، اجري اجري يا اسطى اجري. مش هتعرف والله، ما هتعرف والله ما هتعرف انت هو. يا نهار ابيض يا جدعان على الضحك.
ثواني بس يا اسطى، ثواني يا اسطى، يا لهوي يا جدعان، فكر 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 فكر، اجري يا لهوي يا جدعان. شفت الاكشن؟ شايفين نفسكم جامدين؟ ها شايفين؟ تعالى يا اسطى، انت بتضرب علي يا جدعان، انتوا بتفهموا عربي ولا انجليزي؟ في ايه يا جدعان؟ غرقني يا اسطى، انا عنشتي كده بالطلقات يا اسطى، انا عنشتي. يا نهار ابيض، الدبابه انفجرت وانا تحتها. يا نهار ابيض يا جدعان، طير يا مدير، يا نهار ابيض، ده كاسحه كاسحه يعني. خش يا باشا على الخنزيره فجرها. تعالى يا عم الحاج، تركب لي الخنزيره. ها عايز تفجرني يا اسطى؟ تعالى والله لا انفخ لك الخنزيره دي. تعالى يا اسطى، يلا مع السلامه. عايز تطلع لي قال الخنزيره قال عشان يفجرني بيها. انت بتتكلم على ايه يا ابني؟ انت مجنون يا ابني. يلا يا عم من هنا بس كده، شوف احنا كده يعتبر نفخناهم كده. شوف حتى النجمه الخمسه مكسوفين اصلا يحطها لي، عشان هم مش عارفين اصلا يعملوا ايه. خلاص دخلت عليهم يا عم بالبتاع، وهم دخلوا عليا بالدبابات، نفختهم هم الكل. خد يا باشا بتاعه النفط بتاعتكم دي بس، يلا من هنا. وبسم الله الرحمن الرحيم، بوم بوم. ايه يا معلم؟ اضرب يا باشا، اضرب اضرب. كفو انت، والله انك كفو بقى. تعال يا اسطى، تعال يا اسطى، دلعك. تعال 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 يا اسطى، انا فين بقى؟ شايفني؟ يلا خلي صاحبك يضربك بقى. تعال اضرب يلا عليه، يلا اضرب اذا ممكن الجيل، يلا اضرب يلا. كفو يا كفو، يلا اضرب اضرب اضرب. خلي بالك يا معلم، الدبابه هي العاديه طلقتها بتضرب بسرعه، اما الدبابه دي طلقتها جامده، فعشان كده كل واحده لها ميزه وكل واحده لها عيب. بس 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 كده مع السلامه، انفجروا يا ليله الليل. بص 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 الكساع، يا لهوي يا جدعان. ايوه يابا، ايوه يابا، على الدمار الشامل يابا. تعالى يا معلم تعالى، مش عارفين تضربوا عليا يا صح؟ مش عارفين تضربوا عليا، لا انا قاعد تحتك، وخليه بقى يضرب بقى. اضرب يا اضرب يا تشوش تشوش الستيك بومب يا جماعه بتعلق ده، يا نهار ابيض يا جدعان على الضحك. بس كده يلا، عايزين حاجه؟ انا كده هطلع بقى من هنا يا عم الحاج كده خلاص. ياني والله الكساحه دي جامده اقسم بالله. نصيحه مني ليكوا، جربوها سواء في الاونلاين او في الاوفلاين، الاثنين واحد مش فارقه. العربيه اصلا جامده في كل الحالات، بس مشكلتها بقى في الاونلاين ان هي بتبوظ بسرعه. وطير يا مدير، يا نهار ابيض، دي كلها اكمنه ليا يعني؟ يا رب، ده انتوا غلابه قوي 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 يعني يا زلمه. ويلا يا معلم طير يا اسطى. الجسر ده من اجمد الجسور اللي ممكن تزنق فيها عربيات. بص بص بص، مفيش حد يعديك على طول، كله كله كله، حتى وانت بتلف عليه نفسك. والله العظيم من حسن حظكم يا جدعان. يلا امسك كده بس يا باشا، فكر كده. يلا يا مدير، يلا يلا يا باشا، يلا 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 يلا. تحيه وتعظيم سلام لاخواتنا بتاع سواق النقل، حبيب قلبي يا اسطى. قبل ما الحلقه، ففي تحدي كده اخير عايزين نعمله، دايما كنت بشوفه على النت ولكن قلت خليني اعمله بطريقتي الخاصه. ايه هو يا عم ميدو؟ وهو تحدي العربيات النقل. تتوقعوا هل العربيه بتاعتي هتقدر تشوط العربيات دي كلها؟ لا خلينا نشوف. طبعا يا جماعه التحدي ده انا كنت دايما بشوفه، بس انا عايز اعمله بقى على طريقتي الخاصه. بسم الله الرحمن الرحيم، هل تتوقع العربيه هتقدر تشوط العربيات دي كلها؟ لا. بسم الله، الله اكبر. يا نهار ابيض، شفتوا يا جدعان التحدي مع العم ميدو بيبقى عامل ازاي؟ يا ليله الليل، خلينا ندخل كده كمان مره نشوف. واو يا جدعان، يا نهار ابيض. قولوا لي رايكم في التحدي ده. وبكده شكرا لصوره الحلقه، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، مش تنسوا القناه الثانيه لعم ميدو شورتس، بنقدم فيها العاب كتير جدا ان شاء الله هتعجبكم، من ضمنها سلسله جايه جديده على القناه وهي سلسله ماينكرافت. يلا اشوفكم على خير، سلام. هلو ايفري ون، ماي نيمز ميدو، اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.